الشخصي ان افضل مدير فني في الدوري المصري الان هو الكابتن علي ماهر بلا منازع. النهارده هو اختار ان هو يخش مع فيوتشر من باب الكبار. فيوتشر النهارده بياخد كاس الرابطه، بيفوز عن جداره، اداء اكثر من رائع في الدوري ممتاز، رايح الكونفدراليه. يعني علي ماهر بطموحاته باحلامه، لو قعد كده يفكر في طموحات اعتقد ان ما كانش ممكن يحلم بالنقطه اللي هو فيها، ولكن هو يستحق الحقيقه. كابتن علي مساء الخير. حبيبي يا كابتن سيف يا غالي، متشكر جدا على الكلام الجميل، وطول عمرك يعني يعني كلامك محترم ومختلف، يعني ربنا يخليك يا كابتن سيف. ربنا يخليك كابتن، تستاهل كل خير، مبروك. يعني مظهر مشرف في عز الحقيقه، والكلمه دي كبيره قوي، في عز ما الامور الكرويه في مصر ليست في افضل حال، ليست في افضل حال، في عز ما في دربكة كتير، ولكن أدائك الفني والتدريبي ثابت وماشي بخطى رائعة. بقول اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا كريم وجميل جدا كان معايا، وبشكر جدا طبعا في الأول بحمد ربنا، وبشكر جدا مجلس الإدارة المحترم يا كابتن سيف، معايا مجلس إدارة محترم كلهم براندات، أكيد حضرتك عارف كده كويس، كل واحد رقم واحد في 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 في, في شغله. فدايما كانوا في ظهري وعلى طول مدينا جميع الصلاحيات انا، وبشكر طبعا كابتن عبد الظاهر الجميل المحترم اخويا وحبيبي، احنا متربيين مع بعض يعني، وبشكر اللعيبه، لعيبه رجاله، وكنا مصدقين ده واشتغلنا، واحنا كان عندنا شعار واحد بس الشغل، وزي ما انت شفت في الاخر الحمد لله الفرقه صاعده، اول مره فرقه تصعد من تحت توصل افريقيا، واول فرقه تاخد بطوله من برضه لسه صاعده، ودي زي بقول حتى اتولدت كبيره، علقنا حتى النجمه الاولى يعني النجمه اتعلقت، فيعني من فضل ربنا علينا، ربنا كرمنا كرم كبير جدا، وقدرنا ان احنا نعمل حاجه محترمه، ولاعيبه كانت رجاله جدا، ورجعنا لعيبه كانت ممكن كانت بلا في لعيبه كانت بلا ثلاث سنين ما بتلعبش، نجد مثلا كان بقاله ثلاث سنين ما بيلعبش، مروان محسن، سعد سمير، لعيبه كتيره بقى، ثقافات بقى جايه لك كمان لعيبه ثقافات مختلفه. المشكله كانت في دي يا كابتن سيف، ان انت كمان شغال على مخه فوق، يعني غير الملعب من فوق كمان مهم جدا، انت عارف اللعيب عشان انت جايب لعيبه السنه اللي فاتت كانت بتنافس ان فرقها نزلت الدرجه الثانيه زي دجله وزي الانتاج وزي اسوان، يعني في فرق كتيره كانت موجوده خدنا منهم لعيبه وقدرنا ان احنا نغير الثقافه دي عندهم، فدي كانت اهم حاجه، ان انت دايما ان اللعيب يبقى عارف هو رايح فين. فالموضوع صعب، الموضوع صعب جدا، انا مهما احكي لك يعني الموضوع مش سهل، لكن من ربنا دايما يعني احنا بنشتغل ومفيش مستحيل فعلا، وربنا في الاخر يعني كل التعب ده والمجهود مجلس الاداره مع الجهاز واللعيبه طلع في الاخر الصوره البروازي الجميل. يعني ما شاء الله دلوقتي دورت المكان بشكل كبير، يعني احمد عاطف مش احمد عاطف، احمد رفعت مش احمد رفعت، مروان راجع النهارده ما شاء الله يعني بيقدم اوراق اعتماده بشكل كويس، عمر، كل اللعيبه اللي معاك النهارده بقت على 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 رادار انديه كتيره قوي. زي ما انت بتقول فعلا اللعيبه يعني دايما احنا شعارنا يعني دايما بقول دايما اقرب لعيب لقلبي اللي هيكسب الفرقه. ده الشعار اللي انا دايما بين اللعيبه عارفه كده كويس. هتكسب الفرقه تبقى اقرب واحد لقلبي. فاللعيبه كله زي ما انت شايف الحاله دي، لعيبه كلها كله بيموت نفسه، كله عاوز يبقى موجود. وبعدين حفله حلوه، نادي فيوتشر بقى نادي محترم وعاملين حاله. فكل اللعيبه حتى اللعيبه اللي خلي بالك اللي بره نادي فيوتشر نفسهم يجي يحضروا الحفله دي، نفسهم يجوا الفرقه ادائها حلو وشكلها حلو وبتلعب كوره ومصممين على لعب الكوره وهنلعب كوره، وهو ده اللي بيخلي الشكل مختلف. علي ماهر في يوم من الايام ممكن يمسك منتخب مصر؟ يعني انا مبسوط في نادي فيوتشر، لكن يعني اكيد كل واحد عنده طموح واحلام كبيره، انا بحلم وفي الاخر ربنا اللي بيحقق الحلم ده، يعني انت ممكن تحلم وما يتحققش حاجه، انا بحلم، عندي حاجات، عندي طموحات، عندي طموح كبير واحلام كبيره، ومن حقي ان انا احلم ده، وفي الاخر ربنا بيكافئني، ان احنا بنتعب جامد قوي 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 قوي، حط تحتها يعني 100 خط، كلنا احنا التمرين بيبقى الساعه 7 بالليل بقى موجودين بعد صلاه الظهر، بنصلي الظهر بقى في النادي هناك قاعدين كلنا مع بعض، كل الجهاز وبنستنى واللعيبه قبل التمرين بثلاث ساعات بيكونوا موجودين، فاحنا وبعدين بتعمل ده بحب يا كابتن سيف، فالحب والشغل تحابب الموضوع بيطلع في الاخر الناتج ده والشكل ده.
بصراحه كابتن تستاهل كل خير. عامل طفره، عامل طفره، مش عامل طفره مع فرقه فيوتشر، انت عامل طفره في الالتزام وفي الشكل وفي الروح وفي اللعب الجماعي وما بتكسبش. اه والله والله حقك يا كابتن. لا يعني تتفرج النهارده على فيوتشر، انا قاعد بتفرج على الماتش، مش فرقه بتدخل جون لا مش النهارده بس، لا فرقه بتلعب كوره حلوه، فرقه ليها شكل حلو، فرقه منظمه بشكل كويس، فرقه ما فيش فيهم اسطى، يعني ما فيش فيهم احد. انا نقكم ما شاء الله عدد كبير نجوم وشغالين بشكل جيد في ظروف صعبه احنا بنعدي بيها. عندك حق، عندك حق، لكن هو ده اللي هو ده اللي هيعلي الايمج بتاع الدوري، هو ده اللي هيخلي الصناعه تكبر، ان انت تبقى عندك مدربين بتحب عايزه تلعب كوره، عايزه يبقى ومصممه على طريقتها، وفي اوقات وفي اوقات هعدي على كل النتائج، اوقات بتخسر اوقات بتكسب، لكن في حاجه انت عايز تعملها زي ما انت بتقول كده، في شغل، في شغل بي 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 بيحصل، هو ده المهم، وهو ده اللي بيكبر الدوري. احنا عندنا مدربين كويسين وعندنا لعيبه كويسه، بس هم عايزين يشتغل، مهم قوي الشغل. صح.